مع ذلك بيعدي يومه. لكن حساسية الصدر بتبقى صعبة لأن في صعوبة في التنفس، فبالتالي هي اللي بيقف عندها كل الناس اللي حساسية الصدر، ولكن أنا لا أقلل من أهمية بقية حساسية الجلد أو الجيوب الأنفية أو العين. طيب مبدئيا كده الحساسية هي مرض مزمن وليس مرض موسمي. الناس بتغلط انها تقول لك ده مرض موسمي، لا مفيش حاجه اسمها حساسيه موسميه والله. طبعا هي مرض مزمن، في التهاب مزمن في الشعب الهوائيه. الالتهاب ده بيزداد في وجود المواسم زي ممكن الربيع او الخريف او انتقال الحبوب اللقاح او خلافه، بنقول عوامل مساعده بتزيد. ايوه، ولكن ممكن تيجي للشخص في اي وقت، لو دور برد بسيط هتجيله، لو دور التهاب في اللوز هتجيله، لو فتح مروحه، لو خد شاور وقعد تحت التكييف، كل الحاجات دي ممكن يجي لك الاتاك في اي وقت. أيوة. ولكن ليها اسباب. اسباب مين لي اكتر؟ احنا بنقول اسباب كونجينيتال، اسباب وراثيه، وده بنسميه عيان اتوبيك. اتوبيك يعني بمعنى صح يعني الموضوع ده بيبقى مولود بيه. وعشان كده احنا المريض اللي بالشكل ده لابد ان هو ياخد لباله كويس جدا ان عشان الحساسيه تقدر تزول عنك او ربنا يعافيها عنك، يا رب. سواء كان كبير صغار او اطفال او كبار، لازم نلتزم بطريقين. طريق بسميه طريق العلاجي، وده بياخده من متخصص، وكلمه متخصص يعني متخصص امراض صدريه زي حضرتك بقى، ربنا يكرمك، او زي زمايلي كله. مظبوط. والحاجه الثانيه الوقايه. العلاج اللي بيكتبه لك المتخصص ما بيكتبه لكش عشان تاخده في فتره التعب، لا ده كده انت بتقول للاتاك التانيه تعليلي في اسرع وقت. لا، انا باخده صيف شتاء، صيف شتاء، يعني ما في جميع الاوقات انا باخده، حتى وانا سليم اخد علاجي. ده يعني احنا بنعتبره كده بقى زي برضو السكر، الدكتور مش وانا عالي بس السكر اخده، لا انا باخد دواء السكر مثلا. مظبوط. على طول. ده تشبيه كويس جدا. ودواء الضغط برضو مش باخده وانا ضغطي عالي او ضغطي واطي، لا ده انا باخده على طول. مظبوط. يبقى كمان امراض الحساسيه الصدر دي او انواع الحساسيه التانيه اللي الدكتور المتخصص يكتبه لي اخده على طول. ولازم نفرق بين حاجتين، المريض ذكي جدا واهل المريض برضو اذكياء جدا، اول ما بيقولك يا دكتور انا ابني بيعي كل شويه، ده عنده نقص مناعه ولا ايه؟ دي نقطه. وفي مريض بيهول ومريض بينكر. يعني ايه بيهول؟ بيهول يعني بيجي المريض انا ابني عنده حساسيه وبيكح كتير وي والكلام ده كله. طب انت شخصت حساسيه ازاي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، في مريض يقعد بالشهرين وثلاثه عنده برد وعنده احتقان او عنده حكه في الظهر او كحه مستمره، يقول لك لا دي بتجيلي شهرين وبتروح، وهو يكون عنده حساسيه. فلابد من معرفه الفرق بين الاثنين. الوقايه بتكلم فيها مش مع المريض بس، مع الشخص. انا وليكن كان عندي حساسيه وانا صغير وعندي ابني، خايف ان هو يكون وراثيا ممكن تجيله زي كده، او بنتي او خلاف، ممكن اكون وانا كبير حاسس ممكن تجيلي حساسيه زي والدي ما هو كبير جاله. ايوه. كل الحاجات دي الوقائيه. لابد من توافر ثلاث فيتامينات مهمه جدا جدا. على فكره نفس الفيتامين اللي اتكلمنا عليها هي نفس الفيتامين اللي بنقول مهمه جدا للمناعه. ايوه، يعني انا لو قويت نفسي وجهاز